في درس اليوم سوف نقوم بشرح موقع اخر اسمه migro.com. هذا الموقع الذي يمكن ان تعتمد عليه يعني في عمليه يعني امانيك بطريقه بسيطه من خلال عمليه الاكتراث. طبعا الحال من المواقع الجيده كذلك من المواقع التي يمكن ان تجعل يعني موقع جيد وكذلك موقع حتى تتمكن يعني من عمليه ايضا الاداره بطريقه سهله، كذلك ربح يعني جيد، كذلك يعني ماينينج جيد، كذلك يعني بسهوله للغايه. على العموم في درس اليوم سوف نقدم لكم migro.com طبعا من المواقع الجيده التي يمكن تعتمد عليها ايضا في عمليه الماينينج بطريقه سهله للغايه. في اول مرحله سنقوم به هي عمليه تسجيل من خلال هذا الموقع بطريقه سهله للغايه. اول شيء سنقوم به هو الدخول هذا المكان، ثم هنا نقوم بتسجيل حسابنا كأنك تقوم بتسجيل في أي موقع آخر بطريقة سهلة سهلة جدا. هنا نضع مثلا كلمة المرور، ثم عفوا هنا سنضع مثلا إعادة كلمة المرور، هنا نضع كلمة مرور، هنا نقوم بإعادة كلمة سكرتي باسورد، يعني هنا إعادة كلمة مرور بطريقة سهلة للغاية. كذلك هنا الفيديو كود يجب أن تقوم يعني بتسجيل من خلال الكود مثلا أسفل الفيديو وبطريقة سهلة للغاية. على العموم هنا نضع مثلا كود كاباتشا، ثم بعد ذلك هنا نضغط على سيكن اب، ثم الشرطة سيتم توجهنا الى عملية تسجيل بطريقة سهلة من خلال هذا الموقع. هنا تشاهد مثلا هذه الورقة الخاصة، هذه الورقة الخاصة ب يعني بالهيئة الخاصة بالموقع، كيف تقوم يعني بعض المعلومات الخاصة بهما غير ذلك يمكن تطلع عند من خلالها، وتضغط على نيكست لكي تقوم بمشاهدة يعني الورقة الخاصة بهذا المشروع وكذلك في هذا المكان. على العموم هم سيعطونك تمريمات تعرف مجاني ليس تقرر تستحق بطبيعة الحال حتى تقوم بإيداع، ويمكنك بعد ذلك تقوم بتجربة يعني ربح من خلال هذا الموقع بطريقه سهله للغايه. على العموم هذا الموقع وهذا التطبيق طريقه سهله سهله جدا، وكذلك يدعمه يعني مواقع كبيره للغايه جلوبال ماتر بارت الخاص بهذا المشروع. هناك بيرونس بيت يعني بيت فينيكس، كذلك كويك وان، كذلك اف تي اكس تي اكس جات اي او بطبيعه الحال، ويعني كاركام بطبيعه الحال هذا الموقع المواقع المشهوره والمواقع المعروفه جدا. بالنسبه للبلاتفورم داتا ديسبلاي يعني هنا كما تشاهدون يتمون بشكل يعني بفرد خاص به بشكل كبير جدا، كذلك هنا موبايل شيب عدد كبير ايضا. بهذه الطريقه هناك يعني طريقه الربح من خلال الموقع. سنشاهد الان هنا طريقه الربح هي بسيطه للغايه. اول شيء هنا خاصه بالمينينج، المينينج بطبيعه الحال هو الحصول يعني في كل 24 ساعه بنسبه 4% من خلال الارباح تحصل عليها في كل 24 ساعه من خلال يعني تداول من خلال يعني الموقع او المينينج، عفوا المينينج وليس التداول بطبيعه الحال، المينينج من خلال هذا الموقع بطريقه بسيطه للغاية. كذلك يعني هنا البرودكت لايست يمكنك ان تشاهد من اهم البرودكت التي قمت يعني من خلالها ب يعني برودكت لايست. كذلك هناك الديبوز يمكنك ان تقوم بعمليه ديبوز لكي تقوم بعمليه الانفستمون. كذلك يعني يمكن ان تقوم بعمليه ايداع بطريقه سهله للغايه. اول شيء سنقوم به هي عمليه ايداع لكي نحصل مثلا على يعني ربح جيد من خلال هذا الموقع. طريقه الايداع هي سهله للغايه من خلال انفستمون مثلا من خلال يعني هذا المكان، ثم تاخذ مثلا هذه الادريس وبعد ذلك يمكنك ان تقوم بإنساء مينيموم 5 تير اكس، فما في وقت سنقوم نحن بإيداع يعني 5 تير اكس، وبعد ذلك يمكننا ان نقوم ننتظر حتى يتم إيداعها من خلال هذا الموقع. اول شيء سنذهب الى الإيداع من خلال اول شيء سنذهب مثلا للمحفظة الخاصة، ثم عملية سيند، بعد ذلك هنا سنضع مثلا هذه المحفظة التي تقوم بنسخها من الموقع، ثم سنضع 50 تير اكس، ثم بعد ذلك عملية سيند، وبعد ذلك هنا عملية سيند، ثم بعد ذلك سيتم إرسالها من خلال هذا المكان إلى الموقع. نرجع إلى الموقع ثم كليك هير افتر داون ترانسفير، يعني بالفعل قمنا بالارسال، يعني لما تقوم بالارسال سيتم يعني تظهر لك في هذا المكان. ستظهر حتى يعني تقريبا بين دقيقه دقيقتين حتى يتم يعني ارساله من خلال سيتم اضافته في هذا المكان لكي تصبح 850 تي ار اكس. على العموم سنتعرف ايضا ان هناك اشياء اخرى خاصه بهذا الموقع، يعني شير يمكنك ان تقوم بدعوه الاصدقاء من خلال هذا الكود الخاص بك لكي يعني تدعو الاصدقاء لكي تزيد من ارباحك الخاصه من خلال الموقع، وكذلك يعني سيكون هذا جيد من خلال هذا الموقع. بالإضافة ذلك هناك الإيداع 4% بطبيعة الحال كما قلت لكم، يعني لما تقوم أنت بعملية الإيداع يمكن أن تسحب في كل 24 ساعة يعني 4% من خلال يعني 800 تير اكس، وهذا شيء جميل جدا من خلال هذا الموقع. كذلك هناك أشياء أخرى خاصة بهذا الموقع، هناك تايم، كذلك يمكنك أن تشاهد الأشخاص الذين تقوم بتسجيل من خلال هذا المكان، يمكنك أن تقوم يعني في هذا المكان يعني الأشخاص الذين تقوم تدعوهم يسجلون في هذا المكان من خلال السبسكرايب الأول الثاني ثم الثالث. بذلك هناك يعني
تم كما تشاهدون هنا تم اضافتها 850 الى يعني 50 تيرك، تم اضافتها مباشره الى الموقع تقريبا اقل من دقيقه تم اضافتها الى الموقع. الان سنشاهد عمليه السحب من خلال هذا الموقع التي بطريقه سهله غايه. اول شيء تتم هي هنا وتبدأ، يمكننا الان سحب بشكل فوري يعني بشكل مباشر 1.25 تيرك، وهذا شيء جميل جدا. هنا ستضع مثلا هنا الوالد الخاص بك، يمكن ان تقوم في هذا المكان بوضع مثلا ادرس الوالد الخاص بك، ثم هنا ست مثلا هنا 1.25 يمكن ان اضع مثلا 1.25، ثم هنا ساضع مثلا الادرس الخاص بي في هذا ثم تقوم انت بوضع مثلا هنا 1.25 ثم الادرس، بعد ذلك هنا تضع مثلا هنا الباسورد الذي قمنا بسجله سابقا يمكن ان تتركه في هذا المكان لا تحذفه، ثم ذلك هنا تضع كونفيرمي، بعد ذلك بالفعل تم ارسالها يعني تم خصمها من هذا المكان وتم ارسالها الى محفظه خاصه بشكل مباشر، وفي كل 24 ساعه يمكنني السحب من خلاله كما تشاهدون في وسطنا يعني 1.25 تيركس من خلال هذا الموقع، وتم اضافتها يعني الى هذا المكان الخاص بنا، وهنا كما تشاهدون يعني وصلتنا يعني 1.25 من خلال الموقع الى موقع جميل جدا، وفي كل 24 ساعه يمكنني السحب من خلال الموقع بطريقه سهله جدا، وسحب يعني 4% يعني بطريقه بسيطه جدا، وكذلك يعني في كل مره يمكنني السحب يومي. كذلك لا تنسى يعني التطبيق الخاص بهذا الموقع، يمكن ان تقوم يعني بدعوه اصدقاء الى غير ذلك من خلال يعني الموقع. كذلك في هذا المكان يمكنني ان نشاهد يعني اهم الاشياء او اهم السحوبات من خلال البرفيت لايس، كذلك متخصص في يمكنك ان تقوم بارسال يعني مال من محفظتك الخاصه الى محافظ اخرى، كذلك هناك نوتيفيكاسيون، كذلك هنا النوتيفيكاسيون الخاص بك، كذلك برفيت لايس هنا خاصه بالبرفيت لايس خاص بنا، هنا تم اداره 8 ملايكس بشكل مجاني، كذلك خاصه بالتسجيل، كذلك 50 تيركس، بعد ذلك قمنا بسحب يعني 1.25 من خلال هذا الموقع، وهذا شيء جميل جدا، وفي كل 24 ساعه يمكنني سحب 4% من راس المال الخاص بنا من خلال هذا الموقع الجميل جدا. تقريبا هذا كل شيء خاص ب يعني ماغرو.com، يعني موقع سهل جدا، وكذلك هنا ورقه بيضاء خاص بهذا الموقع المشروع يمكن ان تطلع عليه، يمكن تشاهد مثلا هنا التطبيق يعني التليجرام خاص بهم وكل شيء خاص به يعني هذا المشروع، وكذلك اهم النقاط الخاص بهم بطريقه سهله واهم المعلومات الخاصه بهم بطريقه سهله جدا. تقريبا ايضا هناك فريق الدعم يمكنك ان تقوم بالتواصل معهم بطريقه بسيطه للغايه من خلال يعني هذا التطبيق البسيط للغايه، وتقريبا هذا كل شيء خاص مثلا بهذا التطبيق الجميل جدا، وكذلك التطبيق السهل في عمليه الماينينغ. تقريبا هذه كل شيء خاص بهذا الشرح، فقط كمعلومه هذه ليست نصيحه ماليه، فقط انا اقوم بشرح لكم يعني اهم المواقع التي يمكن تعتمد عليها، وانت لديك الحريه الخاصه سواء في عمليه يعني الربح او الخساره من خلال اي موقع تقوم يعني من خلاله بعملية التداول او مثلا عملية الربح. انا هنا فقط اضع لكم شروحات، اضع لكم يعني مواقع يمكن ان تعتمد عليها، وانا لا اضع لكم يعني نصائح مالية، هذا كل شيء. اضع لكم على الشرح القادم، اعلمكم الله.